اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطية. الرئيس العراقي السابق صدام حسين لا يزال حيا في اروقه البنتاغون انطلاقا من حيله مارسها جيشه في قضيه اخفاء كل من الميك 25 والسخوي 25 دفعه واحده في الرمال، فبقيت بارفي يعني شبه كامنه طرفت عموما، وهذا الذي صدم بشكل كامل مدى حفظ هذه الطائرات ولمدة طويلة جدا. نحن نتحدث عن الحرب الخليجي الأولى، ثم بعدها مباشرة طيلة الحصار وإلى دخول الأمريكيين في 2003. كل هذه الفترة وتلك الطائرات هناك. هنا يطرح السؤال الروسي وعلى وجه التحديد، كيف استمرت الميج 25 والسخوي 25 عبر رمال الصحراء في العراق؟ هذا كان السؤال الجوهري الذي أجابت عنه أخيرا إحدى المواقع عندما ذكرت أن الرمال على وجه التحديد تؤخذ اليوم من مناطق في سوريا وانطلاقا أيضا من العراق لنقلها إلى روسيا من أجل حفظ بعض القطع في هذه الطائرات. الطائرات بعد كل هذه المدة من تقريبا حوالي 10 سنوات 11 سنة، كل هذه المدة وإبقاء هذه الطرز بجميع يعني أنها تحركت، يعني المسألة في الميك 25 وكان هناك طيار أخذوا عن البنتاغون في تقريره أخذ استجوابا مع هذا الطيار العراقي الذي كان مواليا للقوات الأمريكية في حينه، ونقل إلى صحراء نيفادا ثم بعدها إلى صحراء أخرى إلى أكثر من 3 مواقع على أقل تقدير، وكلها وصل إلى نفس الاستنتاج بحيث أن شحن الميك 25 والسخوي 25 دفعة واحدة كان أساسيا بالنسبة للأمريكيين لأنهم وضعوا اليد على هذه الطائرات من جهة. كيف كان الوضع؟ كان بالنسبة لهذا الكنز كيف حفظ؟ من المهم أن صدام حسين كان واقعيا جدا، كان رجل قانون قبل أن يكون لدراساته قانونية قبل أن يكون رجلا عسكريا. كانت لديه خبرة كبيرة في الحرب العراقية الإيرانية، لكن مع ذلك فإن جزءا من تكتيكاته تعتمد على الخبراء أكثر من أي شيء آخر. وأهم نقطة بالنسبة لقضية تخزين الميك 25 والسخوي 25 كانت من طرف دكتور عراقي لا يزال إلى الآن حيا، وهذا الذي أعطى الشفرة الكاملة بالنسبة لأهمية تخزين هذه الطائرات في الرمال. كانت هذه الدراسة دراسة نوعية مقدمة مباشرة إلى صدام حسين، وصدام حسين التقى بهذا الدكتور الذي لا يريد كشف اسمه إلى حدود اللحظة. وعلى العموم فإن لديه تكتيك شديد الأهمية بالنسبة لهذا التخزين، إذ هذه الحيلة إلى حدود هذه اللحظة لا زال الأمريكيون يتعقبون هذا الدكتور أولا من أجل تدقيق مثل هذه المنهجية، ولهناك أمور أخرى سرية لم يكشف عنها بعد. لذلك فمسألة الحفاظ على الطائرات المقاتلة كانت في خطوة أولى إزالة الأجنحة عن المحرك وغيره، والأجنحة تخزن بطريقة وباقي الهيكل يخزن بطريقة. هذه أولى الأشياء. المسألة الثانية أن كانت رغبة كبيرة جدا عند صدام حسين بأن تتوحد إلى جانبه إيران من أجل محاربة أمريكا. هذا الذي كان يعتقد، على الأقل هناك خلاف جيوسياسي، فكان من غير المرتقب أن تطير طائرات على الأقل عراقية لتكون في إيران، وبعدها كانت في إيران وحسبت أنها ضمن ما يسمى بتعويضات عن حرب بدأها صدام حسين في الحرب المعروفة ل8 سنوات الحرب العراقية الإيرانية. على كل، بالنسبة لهذه الحيلة اليوم لا تزال تذكر، وليس فقط تذكر وإنما
هناك رغبة أكثر في معرفة أدق التفاصيل وتطويرها. لذلك صاحب الفكرة أولا هناك سعي من طرف البنتاغون من أجل جعل الرمال جزء لا يتجزأ من الحفاظ على هياكل الطائرات، لأن مسألة اليوم لا تحتاج إلى صيانة. الميج 25 وبعد أكثر من 11 سنة تحت الرمال عندما وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية كشف عنها وطارت بعد هذه يعني صيانة خفيفة جدا وبعدها طارت مباشرة. سؤال المطروح، هل الأمر يتعلق بصيانة الحديد تحت الرمال؟ هل الرمال العراقية ذات مكونات تسمح بالحفاظ على الحديد بنفس الإطار، خصوصا وأن الحديد نفسه هو تحت الأرض؟ لذلك فتمر مثل هذه الطائرة تحت الرمال كانت فكرة عبقرية اليوم تؤخذ بشكل جدي للغاية، إذ جميع الحظائر من الآن ستكون مصحوبة أيضا برمال محتملة أمام تطوير هذه الفكرة. إلى أي حد ستكون هذه الفكرة حاسمة؟ هذا هو السؤال. لا يتوقف الأمر عند الأمريكيين، هناك أيضا الصينيون الذين أخذوا هذا الوضع، وبالرمال أيضا هم اليوم يحاولون أن جميع القطع التكنولوجية والتي هي قابلة للصدأ أن تكون الرمال ومكوناتها إحدى أجزاء الحفر، هذا أساس كل ما يجري. إذن هذه إحدى التقديرات الأساسية بالنسبة للصين. موسكو أصلا عادت نشر هذا، وأنتم تلاحظونه اليوم أن هناك إعادة نشر لهذه الحيلة، وكيف أن الميك 25. سؤال المطروح الآن أن السخوي 25 والميك 25 لماذا تحديدا أعيد التذكير بالميك والسخوي 25؟ لسبب رئيس، لأن تركيا ترغب في تطوير السخوي 25 من جهة أو الميك 25، وأن تكون هناك تكنولوجيا موحدة بهذين الطرازين، وهذا الذي سبق إليه الأمريكيون. لهذا فالوضع العام كما هو ملحوظ أنه ضد تركيا لمعرفة ماذا يجري الآن بخصوص هذه الرغبة بشراء السخوي 25 من جورجيا وإعادة بنائها وإنشائها مرة ثانية من أجل تكييفها وبشكل متقدم للغاية. إذن هذا التصور اليوم هو تصور يعطي أفقا مفتوحا، يمكن من خلاله أن نقول أن جميع القدرات الحالية هي قدرات أساسية وهائلة ومرغوب فيها. ولذلك فأردوغان وصدام حسين اليوم في أوراق البنتاغون. الملاحظ هو أن التقرير ما قبل البارحة للبنتاغون بهذا الخصوص وتقرير آخر لكوميسنت الروسية تجعل أن القوتين معا تنظران إلى الفكرة بأنها فكرة هائلة وقابلة للتكييف، وهذا هو جوهر ما يجري. إذ سنرى أن كل القدرات الحالية هي قدرات متوجهة نحو سقوف استثنائية بجميع المقاييس، هذا الذي يمكن تأكيده الآن. لذلك فإن هناك أكثر من اعتبار. الاعتبار الأول هو أننا أمام إعادة تقدير كافية باتجاه أمرين أساسيين، الأول الميج مع السخوي أولا 25-25، ومعادلة 25 أس على العموم أم كما هو واضح بالنسبة لهذه الميج التي نقلت مباشرة من أمريكا إلى واشنطن، وكان مهما جدا بالنسبة على الأقل الأمريكيين معرفة حدود هذه التكنولوجيا من جهة، تفوقها من جهة ثانية، وأهم من كل هذه التقديرات فإننا سنرى أن إعادة الاعتبار لمثل هذه القدرات الحالية وأمام هذه التكتيكات يبشر بأن الوضع شديد الأهمية، خصوصا أمام حيلة تواكبها حيلة أردوغان لسبب رئيس، لأن الحيلة الأولى
من أجل التطوير والصيانة كانت لصدام حسين. بعدها مباشرة وبعد سنوات وجدنا أن هناك من يريد استثمار الميج والسخوي 25. وهنا نطرح سؤالا شديد الأهمية، لماذا الحفاظ على الميج 25 والسخوي 25 حصرا؟ هذا هو السؤال. لأننا سنجد على أن الميج 25 حسب الخبراء العراقيين وأيضا السخوي 25، الميج والسخوي 25 كلاهما يمكن أن يجمل كل التكنولوجيا الروسية من جهة، وأهم من كل هذا فإن كل القدرات الحالية التي ترغب تركيا في استثمارها أراد العراقيون استثمارها قبلا، وهذا هو الملحوظ في الميج 25 والسخوي 25. والغريب أن الصفقات لأردوغان والأتراك تركز على الميج 25 وعلى السخوي 25، يعني أن السر هناك سر واحد لدى صدام حسين من أجل إعادة إطلاق سلاح طيراني وربما إعادة تجديده، رغم أن العملية كلها كانت أنها غالية جدا من جهة، هذه الطائرات في وقته كانت غالية جدا، ومن جهة ثانية كانت بالأساس غير قادرة على المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الواضح. لذلك فصدام حسين حافظ على الطيار العراقي وعلى الطائرات في الرمال دون مواجهة جوية مباشرة، بالسفر مواجهة جوية، لأنه لا يرغب أن تكون الأمور انتحارية، رغم أن ما بعده الكل صار انتحاريا. إذن كل هذا يعطي أفقا مفتوحا للقول أننا أمام إعادة اعتبار استثنائية بجميع المقاييس، يمكن إعادة النظر فيها بشكل مطلق. هنا يمكن التحدث اليوم عن اعتبارات رئيسة بالنسبة للميج 25 والسخوي 25، وهذه هي التقنية المتوفرة اليوم والتي يعتمد عليها أردوغان خصوصا الأتراك، كما كان الأمر عليه تماما بالنسبة للعراقيين في عهد صدام حسين. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.